هاي السياحة من أهم القطاعات يلي بتفيد البلد والسايح بالوقت ذاته. تلت مطارات العالم موجودة بالولايات المتحدة الأمريكية، وفي 61 ألف شخص بجو الولايات المتحدة كل ثانية. أغلى غرفة فندق بالعالم هي الرويال بنت هاوس سويت ببريزيدنت ويلسون أوتيل بجنيفا يعني سويسرا، وبيوصل سعرها بالليلة الوحدة ل 65 ألف دولار. وإضافة الملح والبهار على الطبق يعتبر إهانة للطهاة بسويسرا. يعتبر إطعام الحمام بشوارع سان فرانسيسكو بكاليفورنيا مخالف للقانون، وكل المصاري يلي بتنكب بالفونتانا دي تريفي بروما يلي بتوصل ل 3000 يورو بالنهار تنلم بشكل يومي وبتنوهب لإحدى الجمعيات الخيرية. إندونيسيا هي أكثر بلد بالعالم بيحتوي على بريكين. مين قال إنه أقل من 1% من سكان العالم زاروا الأنتاركتيك؟ أنا قال. بشوفكم بكره.